بالفيديو اختطاف قص وثلاثة آخرين أثناء بث مباشر من داخل كنيسة. اختطف مسلحون في هايتي دولة في البحر قصا وثلاثة أشخاص آخرين خلال مراسم كنيسة كانت تبث عبر بث مباشر على الفيسبوك في البلد الذي يعاني فيه من تصاعد العنف والحركات. وذكرت وسائل الإعلام يوم أمس أن مسلحين اختطفوا قس وثلاثة آخرين خلال أداء مراسم كنيسة كانت تبث على فيسبوك. وانتشرت اللقطات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي هناك، وأظهرت لقطات الفيديو المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل الكنيسة. وقال شخص لصحيفة ميامي هيرالد أن ما بين 8 و10 مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرون من بينهم عازف بيانو. وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، خاصة حوادث الخطف من أجل الحصول على الفدية والتي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل. نشكر الله على مصر الجميلة، ونشكر الله على كل شيء، وربنا يا رب يجعل دايما بلدنا في كل حفظ وكل خير وكل سلام. سلام الرب يكون معكم، آمين.